كما اكدت عائله أخذة وعموم افراد العائله ولاها ووقوفها خلف قياده حضره صاحب الجلاله الملك المفدى ضد كل المؤامرات التي تحاك لزعزعه امن واستقرار البحرين معربه عن رفضها واستنكارها الشديدين لما قامت به قناه الجزيره القطريه مؤخرا من فبركه ونشر للاكاذيب وحيك للمؤامرات التي تستهدف من خلالها الاساءه لمملكه البحرين